السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي يونت 14 الريفيو، المراجعة بتاعت اليونت 14. قال لي now you can، الآن أنت تستطيع أن talk about buildings، تتحدث عن المباني. complete the text، أكمل الفقرة. دوم القبة، ماربل رخام محلي، مينارت المنارة المأذنة. This is ها This is a beautiful mosque in Cairo. هذا، كل ده على بعضه ممكن أقوله هذا أو ممكن أقول هذا يكون. مسجد جميل في القاهرة. To enter you walk across an area with a floor made of marble. لكي تدخل المسجد دوت، انت تمشي عبر منطقة بيها فيها منطقة موجود فيها ايه، أرضية مصنوعة من الرخام. عشان تدخل المسجد ده بتمشي في مكان فيه أرضية، بتمشي عبر منطقة أرضيتها مصنوعة من الرخام. The top of the tall knot reminds me of the shape of a pencil. بيقول لي هنا قمة من الحاجة الطويلة دي، قمة حاجة طويلة. ايه بقى الحاجة دي؟ الحاجة الطويلة القمة بتاعتها بقى بتفكرني بشكل القلم، الشكل من قلم معين، بتفكرني بشكل قلم رصاص. قمة ايه؟ قمة اكيد المنارة اهي، دي المنارة اهي. شايف القمة عاملة ازاي؟ الطب بتاعتها عاملة زي ما يكون بنسل، عاملة زي ما يكون قلم رصاص. خلاص، يبقى هنقول هنا the top of the tall minaret، نبتدي هنا. بعد كده the roof of the mosque is a huge round، السطح من المسجد، السطح من المسجد يعني يكون ضخم ودائري. بيكون ايه بقى؟ يعني السطح من المسجد بيكون ايه؟ دائري. وبيكون ايه كمان؟ ضخم. هيكون ايه دائري؟ هيكون قبة دائرية وقبة ضخمة. يبقى هنا ليه فين دوم؟ هنا هتبقى دوم قبة دائرية وقبة ضخمة. الشكل السطح المسجد بيكون دائري، قبة دائرية وضخمة. بعد كده بيقول use the present perfect passive، استخدم المبني المجهول للمضارع التام. أول واحدة بيقول لي write the newspaper headlines using the present perfect passive، اكتب إعادة كتابة العنوان الجريدة باستخدام المضارع التام مبني المجهول. قال لي أول حاجة هنا إيه؟ A fire has damaged ancient objects، نار خربت أشياء قديمة. ها، بدأنا خربت أشياء قديمة. ancient objects جمع هقول have been damaged by a fire، بواسطة نار. هناخد التمرين التاني، ده عنوان الجريدة بتاعتنا. ناخد رقم 2. حلو، ده فعل جديد هنحفظه، نحفظ تصريف بتاعه. الفعل عندي decide، التصريف الأول، التصريف الثاني، التصريف الثالث،
The only people have decided on a new list of the wonders of the world. ناس قررت إيه؟ قررت في قائمة جديدة من العجائب من العالم. قررت في قائمة جديدة من العجائب من العالم. قائمة من العجائب من العالم، عجائب العالم يعني. ممكن أقول هنا دي من العالم، أو أقول له من عجائب العالم، أضم دي العالم مع أوف هنا، ما أقولش هنا مين. ترجمتي ترجمة حرفية. خلاص؟ أقول بقى إيه بقى؟ ها؟ الناس قررت في قائمة جديدة، قررت إيه؟ في قائمة جديدة. يبقى أقول له أبدأ بـ A new list. كل ده a new list of the wonders of the world. كل دوت اللي احنا بدأنا بيه شايفين. ها قررت في قائمة جديدة من عجائب العالم. ها قائمة جديدة ديت a new list دي هي اللي احنا بدأنا بيها، دي مفرد. يبقى نقول له كده has وراها been وراها التصريف الثالث من الفعل. By people هنحط بواسطة مين؟ مين اللي قررها؟ الناس. بعد كده نشوف التمرين اللي بعده. هنا يا ولاد بيقول لي what have they called the new baby؟ ماذا هم سموا الايه الطفل البيبي الجديد؟ عندي الفعل دوت هنحفظ تصريفه برضه سهل، هنضيف له ايه دي. طيب هيقول لي بيقول لي مبني المجهول، المبني المجهول بتاع السؤال بخليه سؤال زي ما هو. هنبدأ بوات برضو. ها بعد ما أبدأ بوات أنا بسأل دلوقتي عن هما سموا الطفل إيه، هما بيجي بعد وات هاف عشان هما جمع. إنما لما أبني المجهول على النيو بيبي ماذا هم سموا البيبي الجديد، يبقى ده البيبي الجديد، أحط إيه؟ البيبي الجديد ده المفعول بيه اللي هنخليه هنا مكان الفاعل. طب هنا يا ولاد البيبي الجديد ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد صح يا ولاد؟ طالما مفرد يبقى هستخدم السؤال هنا بقى هاف ولا هاز؟ يبقى هاز. بعد كده نكتب the new baby. What has the new baby؟ اتفقنا ان احنا هنضيف بين عشان يبقى مبني مجهول. ها وبعد كده التصريف الثالث كولد. وبعد كده باي بواسطتها they هخليها them. خلاص يبقى هنا بقول له ماذا تمت تسمية البيبي الجديد بواسطتهم. التمرين اللي بعد كده رقم 4 احنا حفظنا الفعل ده قبل كده متهيألي وتصريفاته التلاتة when one one. بيقول لي يا ولاد هنا Egypt has won the international competition. مصر فازت المنافسة الدولية، يبقى هي دي اللي هبدأ بيها. فازت بالإيه؟ بالمنافسة الدولية. The international competition. طب دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى أقول هنا has been. Has been. ها التصريف الثالث من الفعل one.
بواسطة مين؟ بواسطة مصر، ايجيبت أول كلمة في الجملة. خلاص، سؤال سهل جدا. بعد كده التمرين اللي بعد كده بيقول لي ask for opinions agree and disagree، اسأل عن الآراء وافق ولا توافق. complete the dialogue أكمل الحوار. agree more يوافق أكثر من ذلك. do you think of هل تعتقد من. exactly how I feel بالتأكيد أو بالتدقيق ما كيف أنا أشعر به. have a point لدي نقطة. totally disagree يبقى عدم لا يوافق بالكلية. فوزي بيقول as a man made wonder of the world what do you think what do you think of Buckingham Palace in London it's amazing. فوزي بيقول له كعجائب من صنع الرجل من العالم ماذا تعتقد أنت على قلعة باكنجام أو قصر باكنجام في لندن؟ It's amazing إنه مدهش. شادي قال له إيه؟ I not it's قال له it's not very old and it's not very beautiful هو ليس قديم جدا وهو ليس جميل جدا كذلك. هنقول له ايه بقى هنا في اول الجملة؟ انا ايه اللي هو قاله؟ هو مش قديم قوي ولا هو جميل قوي. نقول له انا اوافق I agree more ولا I reject how I feel ولا I have a point I totally disagree. هقول له اكيد I totally disagree انا لا اوافق تماما او بالكلية. ده بيقول له it's amazing هو مدهش، وده بيقول هو مش قديم قوي وهو مش جميل قوي. فوزي بيقول you not there انت not there هنا. what about the bibliotheca alexandria that's a beautiful building انت بتعمل ايه؟ ماذا عن مكتبة اسكندرية؟ هناك هذا ذلك مبنى جميل. اكيد هيقول له You have a point there. انت لديك نقطة هناك في الحتة دي، انت عندك نقطة. وكمل بقية السؤال. شادي قال له yes I couldn't not I love the fact that it has museums inside it as well as the library. قال له نعم انا لا استطيع ان ايه. هيقول له I couldn't agree more طالما هو موافق مع رأيه قوي. أقول له I couldn't agree more أنا مش قادر أوافق أكتر من كده، خلاص أنا موافق بما فيه الكفاية. أنا بحب الحقيقة إن هي إيه فيها بداخلها متاحف it is as well بالإضافة إلى المكتبة. فوزي بيقول له that's not it's an amazing building that's إيه؟ يقول له that's exactly how I feel هو ده اللي انا بالطبع بشعر بيه، هو مبنى مدهش. بعد كده بيتكلم عن word building skills مهارات بناء الكلمات. we can use the following prefixes to change the meaning of some verbs. طيب اخر نقطة يا اولاد اننا عندي خلاص بنستخدم الايه. نحن نستطيع ان نستخدم اللواحق التالية بتيجي السوابق بتيجي قبل الايه قبل الفعل لكي نغير المعنى من بعض الافعال. انا عندي اول لواحق اسمها مس دي معناها اللي معناها do wrong or badly يفعل بسوء او يفعل ايه بشكل خاطئ. يعني عندي الفعل ريد يقرأ لو حطيت قبليه مس ام اي اس دي هيبقى يقرأ بشكل خاطئ او يقرأ بسوء. لو انا عندي الفعل برينت يطبع لو حطيت قبليها مس هيبقى مس برينت يعني يطبع بشكل خاطئ او يطبع بشكل سيء. عندي لواحق اللي هي ري معناها دوجين يعني يفعل مرة اخرى زي بنت يلون
معمول ريبينت يعني يعيد الترويج أو يلون مرة أخرى. لما أقول ريد ري ريد يقرأ مرة أخرى أو يعيد القراءة. يا ولاد في نقطة معينة أنا قلت قبل كده، فاكرين الكلمة بتاعت كانيون اللي كانت في لعبة كونكر؟ كانيون يعني وادي ضيق، وادي مش ضيق، وادي ضيق، وممكن أقول الخدود العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب أوريها لكم برضو في اللعبة اللي هو الوادي عشان تتأكدوا من شكله. احنا شفنا شكله اهو، ده الوادي اهو، شايفين شكله؟ انا هفتح اللعبة احفظوا شكله كويس، دوت اللي هو الكانيون، كانيون اللي هو الوادي الضيق او الخدود الضيق. انا هنشوف بقى المكان بتاعي. نكلم البنت دي تودينا الايب ماونتن، جبال الايب، جبال القرود زي ما احنا قلنا من شوية في الدرس. هندخل هنا يا ولاد، انا عندي الايب سيتي او جيت، اهو بوابة الايه، مدينة القرود. اه ولاد عندي دوت، شفنا احنا في الدرس، احنا حفظنا في الدرس اهو، دي الوادي بتاع اخدود الايه العظيم بتاع الولايات المتحدة. شوف شكله بقى هنا يا ولاد، اهو عندي او شايفين عندي هو المكان بتاع الايه دوت. اهو شايفين يا ولاد، هو دوت الحتة اللي انا اتكلم فيها، ده الوادي العظيم زي اللي موجود هنا، شايفين اهو الصورة هنا دي اهي، شايفينها هي الشكل ده، ده بني شوية، انما دوت لونه، شايفين الحتة السودا ديت وفي دي، وهنا نفس الايه دي، نفس الصورة دي اهي بالظبط، هي اهي تبقى الاصل. انت عمال تضرب في ايه انت؟ ما تضرب في ايه؟ واتمنى ان تكونوا قد فهمتم الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.